اهلا بكم مجددا مشاهدينا في كل مكان، نتواصل عبر هذه المساحه الصباحيه وصباحنا بكره. الفقره الجايه فكره لبكره، واليوم حتكون مع اهلنا في شمال بحري حدود ولايه الخرطوم مع ولايه نهر النيل، تحديدا في قريه تميم الاحامده. نمشي نشوف الحاصل شنو هناك وثاني نجي راجعين نتواصل، خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شمس الفلاح بلال حامد من أبناء تميم الحامدة، شرق السقاي 3 كيلو. بناشد جميع أهل السودان والحكومة بالبنية التحتية أول حاجة قبل شيء، لأنه البنية التحتية هي اللي بترفع البلد، والصدق هو اللي بيمشي البلد لقدام. عندنا الأراضي كثيرة لكن ما في دراسات بحتة، عندنا مشاريع وازعة، عندنا نيل ما شاء الله، الأرض خصبة بتتقبل كل شيء، لكن الدراسة تعبانة. الحكومة تمهد للمواطن الأشياء اللي بيدور في الزراعة، والناس العطالة تهيلون محل الشغل، يعني تعمل بحثي بتاع مصنع بتاع دراسات عالية في أشياء معينة عشان البلد تمشي لقدام، يعني جميع اللي حوالينا يتطور. ليه نحن ما نتطور؟ نبني نفسنا بنفسنا، نهيئ للأطفال الصغار البيئة اللي بينشوا فيها. يلا الثقافة الدينية هي اللي بترفع البلد لقدام، الطفل بينشأ نشأة صحيحة وبغيف قدام كل العالم بثقافته الدينية، مش بالثقافة الغربية. الثقافة الدينية هي اللي بتعكس للأطفال، مفروض على كل قرية يكون في كل مسجد خلوة، الخلوة يا هل بتنشأ البلد لقدام، يعني الطفل لما يكون من شب على شيء شاب عليه. عشان كده نحن ما بنناشد جميع الحكومة تنظر لأشياء البسيطة، البسيطة هي اللي بترفع البلد لقدام، مش الكثير اللي بيرفع، لا، البسيط أنت من ترفع من تحت بتمشي لفوق. مثلا أهلك العرب يقولوك البنيان من طوبة، أنت لما تخط الطوبة بترفع لقدام. عشان كده يا جماعة البلد دار منه وقفة عامة، كلنا مواطن على حكومة على البرة برضو يقفوا معانا، المغتربين يساعدوا البلد، وهن ينقلوا لنا الثقافة من برا، نقولها للسودان عشان السودان يصبح متطور، والتطور في النهاية يرجع للثقافة الدينية، وفي النهاية نحن ناس مسلمين بنستاهل يعني نقف في ديننا، نقف في قدام كل العالم. عشان كده يا جماعة البلد 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 البلد. طيبة لحياة طيبة.